اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فقرتنا الاخيره هنتكلم عن تشكيل وادي دجله وكيف او كيفيه طريقه لعب وادي دجله امام النادي الاهلي بكره من وجهه نظر محللنا. هيكونوا متواجدين معانا وهيكملوا فقرتهم النهارده كريم سعيد واحمد ثابت. كريم، يعني برضو كنت عايزك تتكلم عن التشكيل المتوقع لنادي وادي دجله بكره. طبعا يا كابتن اسلام، نادي وادي دجله بشوفه رغم طبعا يعني رحيل تكيس وبعد كده هو رجع للبيراميدز دلوقتي، لكن انا في وجهه نظري ان اللعيبه وعقليه الفريق ما زالت متاثره بالفتره بتاعه تكيس، وفعلا اللعيبه لحد ما بيلجاوا او اكثر الاحوال بيلعبوا كوره على الارض اكثر ما بيلجاوا للكرات الطوليه زي بقيه اغلب فرق الدوري. ربما وادي دجله لما بيلعب نادي الاهلي او بيلعب نادي الزمالك او حتى بيلعب بيراميدز بيحافظ على السيستم بتاعه. ربما بس كان الاختلاف مع فتره تكيس في وادي دجله هو ازاي تامن نفسك دفاعيا، لان يعني الفريق فعلا كان بيقدم كره هجوميه حلوه، كان بيجيب اهداف، الفرقه كانت بتلعب فعلا كره حلوه جدا جدا على الارض، لكن مشكلتها ان هي كانت ربما ترتكب بعض الاخطاء الساذجه جدا قدام خط الدفاع والكره تتخطف ويتم احراز فيهم اهداف، وكانت هي اكبر مشكله. طيب نادي وادي دجله السنه دي فريق بيعاني، وجينا قبل مباراه المصري مدير فني السابق مشي وجيب الكابتن عبد الباقي جمال وهو ادار مباراه المصري بشكل مؤقت، وبعد كده الاداره قعدت مع بعض قلنا يا جماعه طب نكمل بالراجل نجيب حد تاني، انا ما فيش وقت، كملوا بالكابتن عبد الباقي جمال وكمان ادوا له الثقه بانه هو يبقى مدير فني دائم اذا بقى الفريق في الدوري السنه دي ونجح في الاختبار ان هو يكمل السنه الجايه. اللي اتفرج بقى على الفرقه فعلا فريق وادي دجله في الفتره الاخيره يلاقي ان في تاثير ايجابي بسبب هذا القرار. الفريق لعب اربع مباريات خد منهم ست نقاط، ثلاث تعادلات وانتصار، وبقى فيه لحد ما عمق دفاعي شويه. وادي دجله بيلعب ازاي في المباراه الاخيره؟ حتى مباراه المقاصه المباراه الاخيره برضو الفريق كان متاخر في النتيجه 1-0 وقدر ان هو يرجع 1-1، كسب اسوان في اسوان بنتيجه عريضه جدا 4-1، ربما نتيجه لم تتحقق طول هذا الموسم من وادي دجله. فايه الاختلاف؟ الاختلاف ببساطه ان الفريق رجع لحد دمال طريقه 4-2-3-1، بدا يبعد شويه عن ال 4-3-3 اللي فيها يعني فيها ايه مجازفه هجوميه، وبدا الفريق يبقى بيحضر نفس الاداء بتاعه. ومهم جدا 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 اكيد عند فرقتنا وعند لعيبه النادي الاهلي ان هم يبقوا مركزين على اثنين لعيبه بيتبني عليهم كل التكتيك بتاع فرقه وادي دجله، وهما اسحاق يعقوب الباك الشمال، فلاعب مهم جدا في استلام الكرة، اكتر لاعب استلم الكرة من وادي دجله في مباراتي المقاصه واعتقد مباراه اسوان. مباراه المقاصه اسحاق يعقوب استلم الكرة 49 مره من خط الدفاع، وبالتالي لاعب اسحاق يعقوب الباك الشمال لاعب خطير جدا من حته ان هو بيتبني عليه، وبالتالي اذا احنا هنطبق الضغط العالي يبقى لازم يتمنع من استلام الكرة. اللاعب الثاني اللي بعديه ثاني اكتر لاعب بيستلم الكرة في فرقه وادي دجله هو طبعا محمد عبد العاطي، واحد من ابرز لعيبه خط الوسط بنتكلم عليهم خلال اخر موسمين، ولعيب مميز جدا 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 في مساله الاستلام والتسليم تحت الضغط والتمرير، رغم طبعا ربما محمد عبد العاطي جسمانيا ضعيف شويه من الناحيه الدفاعيه، ولكن لاعب مهم. واكتر ثاني اكتر لاعب في مباراه المقاصه الاخيره استلم الكوره في فرقه وادي دجله، وبالتالي وادي دجله بيحاول مع فتره الكابتن عبد الباقي جمال ان هو يعني يداري المشاكل اللي كانت في الفرقه، ان انا النهارده هطلع بالكوره من عند عبد المنصف الطريقه الطبيعيه بتاعتي، ولكن لازم اكون مأمن نفسي. نعم؟ عبد المنصف مدير الكوره حارس مرمى مدير الكوره اه طبعا بيعمل دروب، حتى اخيرا في الاسبوع الاخير الكابتن محمد عبد المنصف هو بنفسه اتاخر عن التمرين خاصه من نفسه اه، والمفروض ان الغرامه 1000 جنيه فهو عشان هو مدير الكره خصم من نفسه 3000 جنيه عشان يقول يعني مدير الكره هيخصم بيقلب بوفون في ماتشات الاهلي كمان امبارح. لا هو عبد المنصف الحقيقه من الحراس الجيدين جدا يعني طبعا بصراحه طبعا طبعا، وان هو كمان مكمل بصراحه للسن ده، ومن اكتر الحراس السنه دي تصدي لركلات الجزاء في المباريات، اعتقد تصدى الى 6 ركلات جزاء، ده رقم مميز جدا طبعًا. جدا طبعا. فنادي وادي دجله الاسلام فريق بيعمل بيلدنج اب بتاعه من عند حارس المرمى، بيحاولوا يطبقوا نفس فكره التكييس، وعشان كده محتاجين ان احنا نركز مع اثنين لعيبه هم محمد عبد العاطي واسحاق يعقوب، واعتقد لو معانا صوره الارقام اللي بتبين قد ايه ان 77% من لعب وادي دجله بيتلعب من تمريرات، وعندهم اجاده كويسه في عمليه التمريرات، دقه الكرات العرضيه عندهم ربما تكون قليله شويه 19%، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هم لما بيوصلوا لغايه منطقه جزاء المنافس ما بيلاقوش الزياده عداله الكافيه، ان الفرقه بقى لها سنتين بتلعب كرات على الارض
معتمدة على الاختراق والاستحواذ أكتر ما هي معتمدة على الكرات العرضية. تمام، برضو لو تقدر تقول لنا التشكيل من وجهة نظرك المتوقع. يمكن هو تكملة برضو الكريم قبل ما أكمل بس يا أحمد قول لنا الكريم بعد إذنك. أنا أعتقد التشكيل مش هيختلف عن ماتش مقص الأخير، محمد عبد المنصف حارس مرمى، اثنين مساكين خالد رضا ومحمود مرعي، باك يمين باسم وليد، باك شمال طبعا إسحاق يعقوب، بنتكلم اثنين في خط الوسط هم محمد عبد العاطي وأحمد سعيد، محمد رضا اللي بياخد دور البلاي ميكر شوية وبيتقدم، ومعانا طبعا في الأمام المهاجم أكيد المخضرم للدوري المصري صلاح أمين، ومعانا حسام عرفات وأحمد عاطف، وأعتقد النهارده برضه ثابت هيتكلم أحمد عاطف بشكل مفصل. يعني ده التشكيل الأقرب للتواجد بكرة أمام النادي الأهلي، تشكيل طبعا فريق وادي دجلة الأقرب للتواجد بكرة أمام النادي الأهلي. في كمان برضه ممكن لعيب يدخله لأنه كان مصاب، محمد هلال، محمد هلال برضو ممكن يكون متواجد في التشكيل، ربما نلاقيه برضو في التشكيل عشان ما نتفاجئش، لكن هم زي ما كريم قال هم مع المدرب عبد الباقي جمال هم ما خسروش ولا ماتش من 4 مباريات، ده رقم برضو يخلينا نحترم فريق وادي دجلة بشكل كبير جدا ونعمل له 1000 حساب بكرة. ليه؟ لأن هم فريق بقوا بيدافعوا بشكل كويس، هو بيحاول يعالج الأخطاء الدفاعية اللي كانت موجودة مع ماريو سالس المدرب التشيلي ومع بابا فاسيليو المدرب اليوناني الكبرسي اللي هو كانوا قبله، ودي ظهر في النتائج. فهو بدا نوعا ما يعتمد على التمريرات الارضيه، اسحاق يعقوب زي ما كريم قال واحد من اهم الاظهره الموجوده ناحيه الشمال. تمام. وممكن بيعتمد على بعض التمريرات الطوليه. ماشي. تحديدا للاعب احمد عاطف. احمد عاطف هنتكلم بقى عن احمد عاطف لوحده، ولكن خلينا نروح للحالات اللي عندك النهارده. تمام. في معايا حالات هجوميه وحالات دفاعيه لفريق وادي دجله. نبص على الحاله الاولانيه معانا. اول حاجه بص اول حاله معانا هنبص على اهيت ده اول حاجه هما بيبنوا اللعب على احمد عاطف ده اصلا راس حربه. أوكي. اللي هو اللعيب الصاعد الواعد اللي هو واحد من اللعيبه البروميسنج جدا في الدوري المصري راس حربه، ولكن بيوظفوا المدرب عبد الباقي جمال كجناح. في الفتره الاخيره بنلاقي ليه اهداف من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، فهو متحرك ساعات يلعب جناح يمين وساعات جناح شمال. أي. الكوره دايما بتتلعب لصلاح امين كتمريره طوليه اللي بينزل يسقط يسحب معاه واحد من قلوب الدفاع، واحمد عاطف بيقطع في ظهر الدفاع في المساحه الفاضيه اللي بقت ورا المدافعين. يعني بص صلاح امين اهو، المفروض صلاح امين هو اللي بيبقى قدام واحمد عاطف هو اللي ناحيه اليمين فضل لا المساحه. شيفت بيتعمل شيفت. نبص على الصوره اللي بعدها نشوف احمد عاطف بيسجل منين اهو. الكره وصلت لفين، ولاعيب عنده شخصيه فلازم يتعمل له 1000 حساب اللي هو احمد عاطف اللعيب رقم 23، مهاجم كويس جدا وواضح ان هو خامه واعده. نبص على الحاله الثالثه هنلاقي نفس الكلام، الكره اتلعبت بالعرض من باسم وليد اللي هو الباك اليمين، لعب احمد عاطف، دليل ان هو برده هو كان في الماتش ده الماتش اللي فات بتاع اسوان كان بيلعب جناح يمين. أيوه. في الماتش بتاع مصر المقصه كان بيلعب جناح شمال ناحيه الشمال، الكوره راحت له وقف على كورته صح وسجل من وسط ثلاثه، يعني من وسط ثلاثه. نجيب الصوره اللي بعدها هنلاقي بص ان هو اخذ الكوره لجوه وراح شايط، فنخلي بالنا من تسديدات لازم يتم رقابه احمد عاطف بشكل جيد لان هو واحد من اهم المفاتيح في الفتره الاخيره لفريق وادي دجله. ديت الحالات الهجوميه تحديدا زي ما قلت عندهم قوه هجوميه كبيره لاسحاق ويعقوبه، محمد عبد العاطي بيحضر الهجمه بشكل كويس جدا، احمد سعيد برضو عمليه التكمله بيكمل بشكل كويس جدا. نيجي للاطراف بتوعهم، محمد هلال ممكن يكون له دور، انا شايف ان هو ممكن يكون عودته يعني حتى في المباراه الوديه لما تابعتهم في المباراه الوديه الاخيره محمد هلال سجل هدف. ممكن يكون موجود في التشكيله برضو كصانع العاب كثالث معاهم في وسط الملعب. نيجي بعد كده لاحمد عاطف وحسام عرفات على الاطراف، اثنين عندهم السرعات واعتقد ان هم بكره هيلعبوا دفاع منطقه وهيعتمدوا على الهجمه المرتده من خلال احمد عاطف ومن خلال صلاح امين طبعا ومن خلال حسام عرفات. السرعات اللي هتبقى في ظهر علي مثلا علي معلول والباك اليمين بتاع النادي الاهلي، السرعات اللي هتبقى في ظهرهم هيحاولوا ان هم يستغلوها، ده فكر مدرب وادي دجله. طيب نروح للحالات الدفاعيه. الحالات الدفاعيه هم عندهم مشكله واضحه جدا 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 وادي دجله في الكرات العرضيه. عايز تكسب وادي دجله اعمل كرات عرضيه كتير لان المدافعين عندهم ثابته ولا سواء ثابته او متحركه. احنا جايبين حالتين، واحده ثابته واحده متحركه. تمام. بص على المدافعين الاثنين المساكين هتلاقيهم عينيهم دايما على الكوره وما بيروحوش للمهاجم. ايوه. فدي دور بواليه بكره لو نزل الشوط الثاني او بدا حتى مع محمد شريف لازم استغلال الكرات العرضيه لازم. بص حضرتك ادي هشام محمد بيرفع، جيمس بيكلي واقف وسط واحد اثنين ثلاث مدافعين، اصلا مفيش حد مراقب كله باصص على الكوره وسايبين جيمس بيكلي. هات الصوره اللي بعدها نفسك او بص علامه استفهام على الثلاثه سايبينه وهو بيعمل باكورد. أيوه. وبتيجي جون.
ثلاثة بيتفرجوا عليه، فمشكلة الكرات العرضية واضحة جدا عند وادي دجلة. والحتة الثانية برضو الحتة اللي هي الزون 14 دي اللي فيها محمد عبد العاطي، محمد عبد العاطي لعيب على المستوى الهجومي كويس وعلى مستوى كورته كويسة وعلى مستوى تحضير الهجمة كويس، ولكن على القدرات الدفاعية بتاعته بشوفها ان هي مش قوية قوي، خاصة لما بيلعب محمد عبد العاطي مركز 8 أكتر من 6، فهو تمام. بيتم توظيفه في وادي دجلة مركز 6، وبالتالي بيبقى من منطقة الزون 14 دي فاضية نقدر ان احنا نستغلها، خاصة تحديدا محمد مجدي قفشه اللي هي المساحة دي بالظبط. نكمل الحالة اللي بعدها، احنا كده جبنا ايه حالة لعب من متحرك من لعب مفتوح. نعم. تعال نشوف بقى الكرات العرضية برضو من ضربة ثابتة. بص هم كلهم واقفين، وادي دجلة اللي لابس الأبيض كلهم واقفين بيبصوا برضو على الكورة وسايبين المان بتاعهم. هم طبعا بيقفوا بره المنطقة، بتقف بره الخط. تمام. واقفين برضو بعيد وفي نفس الوقت كلهم حركة غريبة جدا، كلهم بيبصوا للكورة وسايبين المهاجمين بتوع أسوان اللي دخلوا جوه منطقة الجزاء. تمام. كمل يا أستاذ سمير. وجوه ودخلت جون، قدر لعيب أسوان إن هو يسجلها. إذن الهدفين اللي جايين آخر هدفين دخلوا شباك فريق وادي دجلة من كرات عرضية، فلازم تمام. التركيز بكرة على الكرات العرضية وعلى منطقة الزون 14 اللي هي فيها محمد مجدي قفشة. تمام. اخيرا اتكلمنا عن احمد عاطف. احمد عاطف احرز 4 اهداف، احرز ارقام احمد عاطف لاعب اساسي 7 مرات، لاعب بديل 4 مرات، احرز 4 اهداف، صنع 9 فرص، 9 فرص لزملائه، مهاجم كويس، كسب 8 التحامات هوائيه، راح على الجون 21 محاوله منهم 7 صح. اذا يستحق ان احنا دايما نبقى واخدين بالنا من احمد عاطف اللي هو الجناح، خاصه ان هو بقى اسلوب لعبه ان هو بقى بيعتمد على الهجمه المرتده ومعتمد. تم توظيف احمد عاطف اللي كان بيلعب مع المدربين اللي قبل كده كراس حربه، بقى بيلعبه كجناح على الورق.